بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض chapter 3 في الكلمات المهمه. اول كلمه عندنا اسمها بروتين. بروتين يعني ايه؟ بروتين يعني نوع من انواع المواد اللي بتفيد جسمنا، ودايما بيكون موجوده في الفيش مثلا، في السمك مثلا، موجوده في ايج، في البيض. البروتين مفيد لجسمنا، هو وحاجات تانية كتير زي الفيتامينز مثلا. فالبروتين نوع من انواع المواد المفيدة. حتى انت لو جبت مثلا علبة عصير او حاجة وقريت كده الكلام المكتوب عليها، هتلاقي ان مكتوب فيها مثلا بروتين، او هتلاقي فيها عليها صفات او مواصفات غذائية، من ضمنها حاجة اسمها بروتين في الاغلب يعني. وفي حاجات ما فيهاش بروتين، وفي حاجات فيها بروتين، بس عموما البروتين حاجة مفيدة لي. في حاجة برضو من الحاجات الغذائية اسمها فاتس، والفاتس لما بتزيد بتعمل مشكلة، ان بتخلي الواحد يبقى المفروض الانسان يبقى جسمه الطبيعي مثلا ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، المفروض يكون متوسط. فالدهون الفاتس لما بتزيد قوي بتخلينا يبقى وزننا اكبر من المفروض يكون عليه. ففاتس يعني دهون، فاتس يعني دهون، ومفروض ان احنا نقلل فاتس، ما ناكلش فاتس كتير. فيتامينز، فيتامينز يعني الفيتامينات، والفيتامينات حاجة موجودة في الفواكه، موجودة في الأكل المفيد. فالفيتامينز حاجة مهمة جدا، ومفروض ان احنا ناكل الحاجات اللي فيها فيتامينز. رينبو، رينبو يعني قوس قزح. وايه رينبو ده؟ اكيد انتوا عارفينه. الرينبو ده بيظهر في السماء، وبيبقى ظاهرة طبيعية جميلة جدا بتظهر في السماء بعد المطر. بتلاقي بعد ما المطر خلص كده والشمس بتبتدي تطلع تاني، تلاقي ان الشمس ضربت فيه، او النور بتاعها جه في النقط المطره اللي هي لسه بتنزل، وبدات تعمل كولرز في السكاي، في الـ في الـ في الـ في السماء، والوانها جميله جدا. الالوان دي بتبقى 7 كولرز ماشي، واسمهم ال7 كولرز دولت مع بعض اسمهم رينبو، وحاجه جميله جدا. اتمنى ان انتوا تخشوا على يوتيوب وتكتبوا رينبو وتتفرجوا. نيرفس، نيرفس يعني عصبي. نيرفس، نيرفس شخص، نيرفس شخص عصبي يعني بيتعصب ودايما كده ايه مش صابر وبتاع. ده الشخص النيرفس اللي هو بيكون ايه، بيكون عصبي متعصب لاي حاجه. المفروض ان احنا ما نكونش عصبيين يعني، المفروض ان احنا نكون كالم، هاديين كده وجميل، ونسمع الكلام بالراحه كده. دي مجموعه الكلمات اللي احنا محتاجينها النهارده، وان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.